حسين مدير وحده العداله الاقتصاديه والاجتماعيه. النهارده بس انا جاي اشكر كل الناس اللي جت فعليا، واسيب البانل ان هي هتديرها زميلتنا العزيزه الدكتوره ريم عبد الحليم، هي تقدم لنا المتحدثين المحترمين والخبراء الصحفيين والباحثين. انا بس عايز اقول يعني ان فعليا احنا في الوحده خلال يمكن السنتين اللي فاتوا او من ساعه 30/6 تحديدا زي ما انتم شايفين، في يعني سلسله ضخمه من التشريعات الاقتصاديه الضخمه جدا اللي عماله تيجي واحد بعد الثاني. القدره على المتابعه بالفعل بقت مساله صعبه جدا، خاصه في ظل وضع بتتحط في ميزانيات الدولة. احنا اخر اربع ميزانيات معمولة ما كانش في برلمان موجود، وبالتالي ما كانش في قدرة على حوار مجتمعي بالمعنى الحقيقي لمتابعة هذه التطورات اللي فعلا عميقة جدا. خلال الفترة اللي فاتت حاولنا بالفعل يعني نبص على مسألة توجهات الميزانية العامة للدولة الجديدة، على بعد العدالة الاجتماعية فيها، على بعد جوانب السياسات المتعلقة بالاستثمار والبارادايم او النموذج الجديد اللي بنحاوله برضه يعمق فيه، ان كل ما ندي حواف استراتيجيه وغيره كل ما المستثمرين هيجوا. بصينا برضه على موضوع السياسات السكانيه وعلى موضوع واثارها بالفعل، وبالذات مشروع الاسكان الاجتماعي الكبير، وحاولنا نقيم المساله من زاويه العداله زي ما بنعمل. بصينا على المسائل المتعلقه بالصحه، وعلى سواء من زاوية تخصيصها في الموازنة العامة للدولة أو من زاوية الحوكمة في القطاع الصحي بشكل عام. في إطار هذه المحاولات كان شيء طبيعي أننا نبص على موضوع مهم جدا زي موضوع العدالة الضريبية، اللي هو موضوع يعني كما لا يخفى عليكم زي ما بتقول جواب الدعوة، يعني مرتبط ارتباط شديد جدا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هو ده المولد المفترض الرئيسي اللي هيتم استخدام حصيلته في ان هو يشبع الاحتياجات المرتبطه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. انا اقف عند هنا واسيب البانل للدكتوره ريم عبد الحليم لتقديم كل الناس. شكرا. هو احنا بنحتاج الميكروفون للستريمينج ولا لا؟ لسه التكنيكال. هو احنا هنحتاج الستريمينج. مساء الخير جميعا، وشكرا على تشريفكم لينا النهارده في ندوه. يعني انا شايفه ان هي واحده بتناقش واحده من اهم الموضوعات المتعلقه بالسياسه الاقتصاديه للدوله بشكل عام. وبيسعدني ان احنا يكون معانا النهارده المسؤول ملف الفساد في المبادره، مسؤول ملف مكافحه الفساد في المبادره، الاستاذ اسامه دياب، اللي هيطلق لنا يعني هو المين اوثر للدراسه الخاصه بالسياحه الضريبيه. معانا الاستاذه الكاتبه الصحفيه الاقتصاديه المرموقه الاستاذه بيسان كساب، اللي انا شخصيا بتعلم منها ومن كتاباتها كتير جدا، خاصه فيما يتعلق باداره اصول الدوله والسياسه الاقتصاديه بشكل عام. وطبعا استاذنا الاستاذ محمد جاب الصحفي الاقتصادي برضه شديد المرموقيه بقى. طيب انا هعمل بس مداخله سريعه في الاول، وبعد كده هم طبعا هيكونوا انفع مني شخصيا في النقاش كثيرا. طبعا واحده حقيقي من اهم مشكلاتنا الاقتصاديه هي انه بنفضل كلنا منحصرين في مجموعه من ثنائيات النقاش. يعني اخدكم حتى بعيد لمجموعه من القوانين اللي صدرت مؤخرا زي قانون الخدمه المدنيه، معظم النقاشات اللي بتدور حواليه اني ببص دور الدوله هي دورها مشغل ولا دورها يعني دور ليها دور اجتماعي كمشغل ولا مالهاش دور اجتماعي كمشغل لحقوق العاملين وفقط، ونبعد عن مفهوم الفاعليه الافكتفنس بتاع دور الدوله اصلا، وكذلك في مناقشه الدعم في مناقشه الانفاق العام. ده بالظبط اللي حصل في موضوع الضرائب وبالذات الضرائب على الدخل. الضرائب بشكل عام هي فلسفه بتعكس فلسفه الحكومه في اداره الدوله، ما هياش فكرة أسعار أو سعر ضريبي أو جداية أو هكذا. فهي بتعكس فلسفة إدارة الدولة، ومش مجرد خلاف حول التصاعدية ولا حول السعر الكام وما إلى ذلك. الفلسفة دي بقى اتعشت عليها مصر لفترة طويلة، نسيت لحد بعيد دور الضريبة بالذات ضريبة الدخل الاقتصادي والاجتماعي.
دورها الاقتصادي انها بتظبط العلاقه بين العرض والطلب، وتعتبر اداه امتى احفز الطلب وامتى احفز العرض وهكذا عشان تعمل توازن اقتصادي سريع. وكمان دورها الاجتماعي، لانه ببساطه ما ينفعش يكون اكتر ناس بيساهموا في الحصيله الضريبيه هم اقل ناس انتفاعا بالخدمات العامه وانتفاعا من الانفاق العام. الدوله ركزت لفتره طويله على الدور الجبائي للضريبه، فهي بالنسبه لها الموازنه دي بنود محاسبيه وضريبه دي بند من البنود، يعني هي اداه لتحصيل موارد للدوله وفقط. ومن ثم كان سهل جدا انها تقدم من خلالها تنازلات اكنها بتنازل مش عن فلسفه عامه ما تقدرش، يعني هي لو هي شايفاها انها جزء من اطار اقتصادي ونموذج اقتصادي متكامل ما كانش سهل تقدم هذه التنازلات، ما كانش سهل انها تعتبرها بس شويه فلوس بفتح لك الخزنه بديك بدي اي جماعه ضغط بديها شويه من الفلوس دي، فهي ما كانتش حطها في اطارها. ومن ثم كان سهل جدا انها تقدم تنازلات ضريبيه لمجموعه جماعات الضغط بشكل عام. وللاسف في حاجه كده في مش عارفه البيولوجي او في الانسانيه مش عارفه فين بنسميه الايزومورفيز او التمحور، يعني التحور ده هي نفس الفلسفه، هي فلسفه اداره اصول الدوله واداره الموارد واداره الاراضي واداره الدعم كلها بتتمحور حوالين ايه، يعني فين الاراضي دي في نموذج اقتصادي واجتماعي متكامل ما حدش عارف. ومن ثم هي في الاخر ايه، حاجه كده ملك شويه ناس في الدوله وملك اللي بيتفق معاهم وسهل جدا ان احنا نتنازل عنها. من ابرز الامثله مثلا في مؤخرا مش بس تخفيض سعر الضريبه ل 22.5% بعد ما كانت 25 بالاضافه لضريبه على اللي هي الفرق اللي سموها ضريبه الدخل على اللي هي 5% على ما يزيد عن المليون جنيه. كمان في مثال زي الضغط اللي شغال عشان نخفف من وطئه اللي اوريدي خفيفه جدا وفيها مجموعه من المهارب كبيره قدمناها قبل كده في الدراسه اللي هي ضريبه الارباح الراسماليه. الاطار ده انعكس على تطور الفلسفه الضريبيه من فتره طويله. قبل ما يصدر القانون 91 سنه 2005 لضريبه الدخل اللي سموه ضريبه الدخل الموحد، كان الاعتماد بالاساس على فلسفه اعفاءات كثيره جدا ومتنوعه ومتناثره في قوانين الاستثمار عشان تحفز المستثمر نفسه. جه القانون نصب حد من الاعفاءات وخفض سعر الضريبه. وتم الاعلان ايامها انا متذكره جيدا يعني انه الفلسفه من داخل ترك فائض من القيمه بيتحرك بره الجهاز الاداري للدوله وبيتحرك في ايد المجتمع عشان يعمل نمو، والنمو يعمل تشغيل وتزيد قيمه الضرايب المحصله، تقل كنسبه بس تزيد كقيمه في الاخر، او تقل كمعدل بس تزيد كقيمه. الجميل بقى ان احنا شهدنا جميعا حتى في عز النمو ان ده ما حصلش. بالعكس معدل نمو حصيله الضرايب ونسبتها للناتج كان الاثنين بيقل طول الفتره. في عز سنوات النمو نصيب الحصيله الضريبيه للناتج ما فرقش كتير عن ايام ما كان النمو منخفض، وفي حين انه كان التعويض بيتم انه كان بيحصل تخفيض نصيب الانفاق على التعليم، تخفيض نصيب الانفاق على الصحه، وطبعا تخفيض التعليم بعد الازمه. وعشان الضريبه نفسها ما كانتش بتستخدم كاداه تحفيز، ما كانش واضح هي بتشجع انهي قطاعات ولا على اي اساس. فحتى يعني انه اقدر اجزم ان الدوله مثلا حفزت راس مال انتاجي انا مش قادره اجزم بيه بشكل كبير، لكن اللي احنا شفناه انها ادت مساحه لتحقيق تراكم في الربح وتراكم في راس المال من خلال لعبه الفروق السعريه. يعني انا اقدر اشتغل من غير حد ادنى، اقدر ما ادفعش ضريبه، ومن غير نظام واضح لتخصيص المواد ونظام واضح لتخصيص الاراضي، فبقت القصه بقى فيها نموذج اقتصادي مفتت ومجزم لحد ذاته. وبعد الازمه الاقتصاديه زي ما نسمع بقى من استاذتنا الاستاذه ميسان طبعا كانت تستفيد في ذلك، انه هنلاقي ان الضريبه غير المباشره ابتدى يزيد. ده معناه ان المجتمع كله ابتدى يتحمل بعبء تضخم مقابل انه فئه من المجتمع قررت انها ما تدفعش. وطالما نسبه الضريبه المحصله بالذات من الدخل بتقل رغم ان النمو بيزيد، ده معناه ان القصه كلها قصه قدره على التحصيل. ما هيش قصه اللي بيحصل اللي بيتحقق قد ايه او الربح بيتحقق قد ايه وعائل اللي باخد منه قد ايه، هي قصه اراده وقصه انا بسيب بلادات وثمرات زي ما نسمع من الاستاذ اسامه ولا لا. ومن هنا بتطرح المبادره زي ما هي شايفه دورها في الفتره الجايه في ملف العداله الاقتصاديه والاجتماعيه، انه بندور على الطريق الثالث. عايزين نخرج في النقاش الاقتصادي والاجتماعي بين الثنائيات المفروضه علينا من النموذج السابق، اكن كل شيء احنا واردينه كده امر واقع وجماعات المصالح دي وارتدها امر واقع، لنموذج جديد يخرجنا بره الثنائيات دي ان احنا نقول فين بالظبط السؤال الصح اللي انا المفروض اجاوبه، وبعد كده نبقى نناقش اجاوبه ازاي. هترككم مع الاستاذ اسامه في البدايه يكلمنا عن دراسه الملاذات الضريبيه. انا ما كنتش عايز اقطع كلامك، يعني شكرا على المقدمه دي يا ريم، وبحب اشكر الحضور برضو على حضورهم النهارده.
احنا المبادرة اطلقت تقرير الاسبوع ده عن ظاهرة، يعني طبعا في كتير انا متأكد من الحضور في متخصصين عارفين يعني ايه سياحة ضريبية وعارفين يعني ايه ملاذات ضريبية، لكن هو مازال مفهوم غامض بالنسبة لناس كتير. فانا هبتدي من الاول خالص، واعذروني يعني للي عارف، هبتدي من الاول خالص بالتعريف. فهو التقرير اللي طلع، وعرض سريع كمان للتقرير، التقرير اللي طلع عن ظاهرة الملاذات الضريبية او ظاهرة السياحة الضريبية. والملاذ الضريبي تعريفه ان هو ولاية قضائية، الولاية القضائية دي ممكن تكون دولة، ممكن تكون دولة متناهية الصغر او دويلة، وممكن يكون اقليم او جزء من دولة، يعني ممكن يكون دولة جزء منها بيتم يعني بيعتبر ملاذ ضريبي. الولاية القضائية او الدولة دي بتبقى يعني الضريبة فيها على الربح يا اما منخفضة جدا يا اما معدومة، يعني في دول كتير ضريبة على الربح فيها 0%، فدي الصفة الاساسية فيها، وعادة بتبقى مقترنة بظاهرة تانية هي السرية. يعني انا لما بدي 0% فلازم ادي معاها السرية على اساس المستثمر المتهرب او اي شخص يعني متهرب من الضرائب، السلطات في بلده مثلا ما تعرفش تلاحقه، فلازم ادي معاها السرية، مش هينفع ادي 0% ضريبة من غير ما اكون بدي معاها السرية. وهي عادة بتعمل يعني الاماكن دي الملاذات الضريبية دي بتعمل على جذب الاموال بناء على المستين دول، ان انا بديك اعفاء كامل من الضرائب وفي نفس الوقت بديك سرية، بمنحك سرية بحيث ان المجتمع والسلطات الدول الاخرى ما تبقاش عارفة صاحب الحساب البنكي ده مين، او صاحب الشركة دي مين، او حتى مجلس الادارة والمديرين بتوعها. ووفقا لشبكة العدالة الضريبية، ودي يعني دي منظمة مجتمع مدني موجودة في اساسها في انجلترا بس موجودة في كذا دولة في العالم، وبتعمل ابحاث ومناصرة في الامور المتعلقة بالعدالة الضريبية، فهم عرفوا ان العالم فيه حوالي 80 ملاذ ضريبي، وبتقديرهم هم ان ال 80 ملاذ ضريبي دول بيحتووا على سدس اجمالي الثروة في العالم، يعني من كل 6 جنيه او 6 دولار في العالم في واحد منهم موجود في ملاذ ضريبي. والموضوع بيبقى مفاجئ اكتر لما نعرف ان سدس ثروة العالم دي موجودة في جزر اغلبها ما بيزيدش عدد سكانها عن 50,000 بني ادم، وما بيزيدش عدد مساحتها عن يعني بضع الاف الكيلومتر، بضع مئات الكيلومترات اسف، يعني تبقى 500 كيلومتر مربع مثلا وعدد سكانها 50,000، فلو حجمها حجم ربع القاهره تقريبا وعدد سكانها ما يجيش عدد سكان يعني اقل من عدد سكان حي جاردن سيتي. في وسائل بقى متعدده لاستخدام الملاذات الضريبيه دي للتهرب. يعني انا كان في زميل ليا كان بيسالني سؤال، يعني ايه يعني المفروض ان في قاعده ضريبيه مستقره عليها ان هو الضرايب بتدفع في المكان اللي بيتعمل فيه الربح بغض النظر عن جنسيه الفرد او جنسيه الشخصيه الاعتباريه، فلو شركه بريطانيه بتحقق ربح في مصر فلازم تدفع ربح للحكومه المصريه، فمعناها ايه ان انا اسس شركه في مكان تاني فيغنيني عن ان انا ادفع ضرايب في المكان اللي بحقق فيه الربح. فهي الموضوع بمنتهى البساطه ان هو ان احنا الشركات دي بتحول الارباح، بمعنى ان الشركه مثلا شركه مسجله في مصر فبتاسس فرع ليها في ملاذ ضريبي وبتحول الارباح ليه. تحويل الارباح ده ليه برضو وسائل متعدده، وسيله منها مثلا هو ان انا مثلا بسجل الملكيه التجاريه في الشركه، ودي تقريبا كل الشركات العالم بتعملها، لان هي الملكيه التجاريه دي مش نشاط يعني ما فيهاش نشاط حقيقي، فممكن اسجله في اي مكان في العالم، فعاده بيتم تسجيله في ملاذ ضريبي بحيث ان فروع الشركه اللي بتدفع للملاذ الضريبي ده حق استخدام العلامه التجاريه فيتخصم من ارباحها في الدوله اللي هي فيها نسبه ضرائب مش عاليه، يعني نسبه ضرائب حتى لو مش عاليه. فدي وسيله من الوسائل. والوسيله الثانيه برضو هي فكره ان الاجزاء المختلفه من الشركه بتسلف بعض بنسب فوائد عاليه جدا، فبتلاقي مثلا الشركه المسجله في ملاذ ضريبي بتسلف الشركه المسجله في مكان بتدفع عليه ضرائب قروض، يعني بتسلفها بنسبه فوائد عاليه جدا على اساس نسبه الفوائد العاليه دي تبقى هي الارباح اللي بتتحول.
ففي الاخر يعني ملخص الموضوع ده ان انا بحاول ان انا اظهر على الورق ان انا بحقق اقل قدر ممكن من الارباح في الدوله اللي فيها نسبه ضرائب عاليه، وبعمل اعلى قدر من الارباح في الدوله اللي نسبه فيها الضرائب منخفضه، وعاده ده بيتم بشكل اصطناعي مش شكل حقيقي. في وسيله ثانيه هي وسيله اللي اختلفنا يعني انا واشرف على تسميتها، هي في الادبيات يعني بتاعت الملاذات الضريبيه اسمها سوق التسعير، وهي ترجمه تقريبا حرفيه للاسم الانجليزي اللي هو تريد ميس برايسنج، بس هي معناها ان هو التلاعب في الفواتير او يعني بالبلدي يعني ضرب الفواتير. بس يعني تقريبا ضرب الفواتير دي ظاهره منتشره جدا عشان الناس ما تدفعش ضرائب، بس ازاي بتحصل؟ باستخدام الملاذات الضريبيه. عاده الموضوع ده بيحصل في الانشطه التصديريه، بمعنى لو في حد في مصر مثلا بيصدر فراوله لانجلترا، ففي مسار يعني جغرافي ان الفراوله بتاخد طريق بري لحد المينا، وبعد كده بتطلع على السفينه لغايه ما توصل للاراضي الاوروبيه، وبعد كده تنتقل لحد ما توصل للمستهلك النهائي. وفي طريقه على الورق بقى، في مسار تاني خالص على الورق. فلو تكلفه مثلا انتاج كيلو الفراوله جنيه، وانا ببيعها كمنتج مصري يعني ببيعها للمستورد البريطاني بخمسة جنيه، فانا بحقق هامش ربح 4 جنيه كمنتج مصري. بس اللي انا بعمله ان انا باسس الشركه في ملاذ ضريبي وببيع لنفسي على الورق كيلو الفراوله بجنيه وربع مثلا، فيبان على الورق ان انا كسبت بس ربع جنيه مش 4 جنيه. وبعد كده الشركه اللي في الملاذ الضريبي تبيع لبريطانيا بخمسة جنيه بالسعر الحقيقي، فتبقى حققت هي 3 جنيه 75 قرش ربح، فما تدفعش عليه نسبة الضرائب هنا 0%، وانا حاسب هنا على الربع جنيه بس، ادفع ال 25 او 22.5% على الربع جنيه بس. دي برضو من وسائل المتبعه في التهرب الضريبي باستخدام الملاذات الضريبيه. في حاجات كتير حتى الافراد عشان الضرائب على الميراث مثلا، في وسائل يعني في وسائل متعدده لا حصر لها، بس يمكن دي ابرز الوسائل. لو كلمنا عن حجم الظاهره دي، هل الظاهره دي واسعه الانتشار بشكل يدعو للقلق، ولا يعني هل بتاثر علينا ولا لا؟ طبعا يعني المشكله الاساسيه في الموضوع ده ان هو تقريبا في شبه استحاله في ان احنا نقيس التكلفه الحقيقيه للظاهره دي. السبب الاول ان هو الموضوع بطبيعته سر، يعني هو الهدف الاساسي من الموضوع ده ان احنا ما نعرفش، فقياس حجمه بيبقى صعب جدا. ده غير ان هو التكلفه الاجتماعيه والتكلفه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه الحقيقيه عاده بتتخطى، يعني حتى لو عرفنا نطلع برقم، فالتكلفه الاجتماعيه للممارسات دي عاده بتتخطى القيمه الرقميه بتاعت الفساد. يعني في ادبيات الفساد يعني بيقول لك ان هو لو في موظف عام خد راشه 10 مليون جنيه عشان يدي حد امتياز مش من حقه مثلا، ان هو التكلفه المجتمعيه للممارسه دي بتتخطى في الواقع 10 مليون جنيه، لان هي بتؤدي بقى لاحتقان اجتماعي وتحلل مؤسسات الدوله، وممكن تؤدي لعنف اهلي على المستوى على المدى الطويل. بس في منظمات بالرغم من صعوبه قياس حجم الظاهره، في منظمات حاولت، وهنتطرق يعني سريعا للارقام اللي وصلوا لها وايه الاساليب اللي استخدموها عشان يطلعوا بالارقام دي. ففي منظمه اسمها جلوبال فاينانشال انتجريتي، او منظمه النزاهه الماليه العالميه، قالت ان سوق التسعير بس اللي هو وسيله واحده من وسائل التهرب الضريبي باستخدام الملاذات الضريبيه، ان سوق التسعير بس اللي هو وسيله يمكن 20 30 وسيله، ان هو كلف مصر في الفترة ما بين 2001 و2010 حوالي 22.3 مليار دولار، يعني حوالي 170 مليار جنيه مصري، فحوالي 17 مليار جنيه مصري في السنة. دي بس ضرب الفواتير باستخدام الملاذات الضريبية، يعني مش كل أنواع ضرب الفواتير ومش كل أنواع استخدام الملاذات الضريبية للتهرب الضريبي. دي حسبوها ازاي؟ ان هما الموضوع بسيط، يعني في طرق برضو في الاخر ان احنا نقدر نحسب. هما كان فكرتهم بسيطه جدا ان هما بيقارنوا في السجلات المصريه الصادرات،
يعني 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 ان مصر صدرت بقد ايه وفقا للسجلات المصريه لكل دول العالم، والبيانات دي موجوده وبيقارنوها ببيانات الدول الاخرى عن الواردات من مصر، فبيطلع فرق 22 مليار دولار على مدار 10 سنين ملوش تفسير غير ان المنتج المصري لما جه صدر ادى ارقام مغلوطه بهدف التهرب الضريبي. في طريقه ثانيه ودي اقدر يعني في طريقه ثانيه لحسابها، ودي اشكر فيها محمد جاد لان هو اول واحد لفت نظري للبيانات دي، ان الهيئه العامه للاستثمار كانت طلعت بيانات بالاستثمار الاجنبي مصنفه حسب الدوله، يعني كل الاستثمارات الاجنبيه اللي دخلت مصر من سنه 1970 لسنه 2013 مصنفه حسب الدوله. فطبعا منطقي جدا السعوديه تبقى نمره واحد فش مشكله، منطقي برضو ان بريطانيا تبقى نمره اثنين، وبعد كده نمره ثلاثه الامارات، واحنا بنتكلم على مدار 43 سنه، وبعد كده نمره اربعه الكويت لغايه دلوقتي منطقي، نمره خمسه هولندا يعني نص منطقي في الاخر دوله برضو، لان هولندا برضو في استخدامات للميزات الضريبيه بس على الاقل في الاخر هي دوله. نمره سته فاكبر دوله مستثمر في مصر على مدار 43 سنه كانت حاجه اسمها جزر كايمن او كايمن ايلاندز، دي جزيره برضو عدد سكانها 50,000 وحاجه يعني يعني جزيره في الكاريبي اللي هي عليها النخل الحلو والشواطئ الرمله البيضاء والحاجات دي، الناس بتروح في شهر العسل، فدي كانت سادس اكبر دوله مستثمره في مصر على مدار 43 سنه. انا كمان بس للاسف البيانات دي مش متاحه، انا رايي ان احنا كمان لو بصينا على اخر 10 او 15 سنه تصنيفها كمان هيرتفع اكتر من كده، لان هي ظاهره جديده نسبيا، يعني اعتقد في السبعينات والثمانينات ما كانتش بالانتشار اللي هي فيه دلوقتي. بعد كده جزر كايمن جايه قبل فرنسا، فرنسا رقم سبعه، وبعد كده ليبيا رقم 8، وبعد كده امريكا رقم 9 فجاية قبل امريكا، وبعد كده ايطاليا رقم 10، وايطاليا من اكبر كمان يعني من اكبر الدول اللي ليها علاقات تجاريه مع مصر من زمان، وبعد كده رقم 11 جزر العذراء البريطانيه، او اسمها غريب شويه جزر فيرجن البريطانيه، اللي هي برضو تعتبر ملاذ ضريبي قد كده، برضو عدد سكانه 30,000. فجزر كايمن استثمارها في مصر مستثمره في 85 شركه بقيمه استثمارات تقترب من 6 مليار دولار، والجزر العذراء البريطانيه مستثمره بقيمه ب 112 شركه بقيمه تقترب من حوالي 3 مليار دولار، وفي في بقى ملاذات ضريبيه كتير وكلهم يعني الحمد لله ليهم تمثيل مشرف في مصر، بس هم دول يمكن اكبر اثنين. تأثير ده ايه؟ يعني برضو يعني ده كمان ليه تأثير مهم جدا، مش بس على فكرة ان كل ده مكسب فائت على خزينة الدولة، بس ليه تأثير تاني بسبب موضوع السرية، يعني احنا مش عارفين اصحاب الشركات دي مين، فالاستثمارات الضخمة دي جدا دي بتسجل عادة في البيانات على انها استثمارات اجنبية، فيقول لك مصر جالها السنة دي مش عارف كام مع مليار دولار استثمارات اجنبية ويفتخر جدا، وانا رايي ان نسبه كبيره منها مش استثمارات اجنبيه، لان هي استثمارات مصريه، يعني مستثمرين مصريين راحوا اسسوا شركاتهم هناك، وانا ممكن يعني كل الشركات في مصر تقريبا العملاقه عامله التاكس سكيم ده، يعني وده كمان حاجه بينصح بيها عاده الشركات الاوديتنج اللي هم زي ارنست، يعني هم بيصمموا التاكس سكيمز دي، وكل الشركات الكبيره في مصر عندهم الاوديترز دول وكلهم بينصحوا بنفس الموضوع، فهتلاقي ان هو النموذج ده متكرر، لو بصيت على كل الشركات الكبيره في مصر هتلاقي ده نموذج متكرر، وتقريبا مفيش اي استثناء بما فيهم بنوك حكوميه، يعني في بنوك حكوميه بتعمل نفس الموضوع. فمش حتى الشركات الخاصه بس، لا البنك الاهلي مثلا عنده شركات تابعه في ملاذات ضريبيه. كنت ببص من فترة برضو على بيانات الاستثمار الأجنبي في النشرة الدورية بتاعت البنك المركزي، فلقيت برضو حاجة غريبة جدا، لقيت إن المملكة المتحدة في سنة 2013-2014 السنة المالية 2013-2014 إن بريطانيا كانت استثمرت تدفقات الاستثمارية إلى مصر كانت 4 مليار دولار،
وده بيمثل حوالي نسبة 47.5% من إجمالي التدفقات جاي من بريطانيا بس. ولو قارناها بدول تانية هنلاقي أو 77% من إجمالي الاستثمارات اللي جاي من الاتحاد الأوروبي 4 مليار دولار. لو بصينا على فرنسا مثلا، هي برضو دولة يعني اقتصادها قريب من اقتصاد المملكة المتحدة واستثماراتها ضخمة جدا، هنلاقي إن استثمارات فرنسا كانت 300 مليون دولار بس في حين استثمارات في نفس السنة. هنلاقي استثمارات ألمانيا كانت 140 مليون دولار في حين إن بريطانيا كانت 4 مليار. والأمريكا يعني بقللة قدرها كانت استثماراتها 1.7 مليار دولار وبريطانيا 4 مليار دولار. وكمان كانت بريطانيا دي السنة برضو اللي جالنا فيها تدفقات استثمارية كبيرة، مش عارف محمد جد لو السعودية في السنة دي مثلا، مش متأكد يعني ما عنديش الرقم، بس هي كانت متخطية حتى دول النفط الخليجية اللي هي كانت مدعمة النظام بعد يونيو 2013. فانا يعني فغالبا يعني ان هو سر صداره المملكه المتحده يعني المشهد الاستثماري في مصر هو مش المملكه المتحده ولا حاجه، غالبا البنك المركزي لما بيجي. وانا شفت الشركات بتعمل ده يعني في بيانات الشركات، بعض الشركات عشان ما يلفتوش الانتباه، فالحاجات لان اغلب الملاذات الضريبيه دي اسمها اقاليم ما، انا عارف الاسامي المجعلصه دي غريبه شويه، اسمها اقاليم ما وراء البحار البريطانيه او بريتش اوفرسيز تيريتوريز. ففي ناس كتير عشان يعني الشكل ما يبقاش وحش فبيكتبوا بريطانيا يعني. فتلاقي مثلا شركه زي سوديك اكبر مستثمر فيها، شركه مسجله في البريتش فيرجن ايلاندز، بس تقول يعني في الاوراق الرسميه بتاعت الشركه يكتب بريطانيا يعني عشان ما يبقاش شكلها وحش. فغالبا البنك المركزي بيتبع نفس الفلسفه يعني، ان هو اي حاجه كده تبع بريطانيا بيكتبها يعني بيكتبها تبع بريطانيا، وده غلط يعني. اللي هنا على الاقل بياناتيا واحصائيا بتتعامل بشكل منفصل، والاو اي سي دي مثلا بيتعامل معاها احصائيا بشكل منفصل، لان هو مهم ان احنا نعرف الارقام دي بشكل منفصل، ايه اللي